في البداية سعيد أن أكون في محافظة صلاح الدين وبالخصوص في سامراء العزيزة. قضاء سامراء التاريخ، الأئمة، العشائر، هذه العشائر الطيبة الشجاعة لعبت دور كبير في محاربة الإرهاب ومساعدة القوات الأمنية في دحر هذا العدو اللي حاول يخطف بلدنا تحت عناوين بعيدة عن ثقافة العراقيين وبعيدة عن قيم عشائرنا. احنا ما عندنا عنوان بس واحد، عنواننا هو العراق. ترى بدون العراق ما نسوى شيء، وبدون الوطن والوطنية هم ترى ما نسوى شيء. العناوين الفرعية ضيعنا، هناك من يحاول يخطفنا مثل ما خطفوا بعض الجماعات بشباب من عندنا، غرروا بهم وتحولوا مع الأسف الشديد إلى قتلة ومجرمين. يجب نحافظ على أبنائنا من خلي موقعهم في الخطيئة ولا في الخطأ، وشلون نحميهم.